لو وقف شيئا، أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا، فقال وقفت بيتي الفلاني وأشار إلى الكبير، لكنه خلاف ما في قلبه، فإنه على ما نوى وليس على ما سبقه به على ما سبق به لسانه. ومنها أيضا لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الحج، لا يعرف الفرق بين العمرة وبين الحج، فحج مع الناس فقال لبيك حجا، وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج، فإن له ما نوى ما دام قصده أنه يريد العمرة لكن قال لبيك حجا مع هؤلاء الناس، فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء. ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق ويريد أنها طالق من قيد لا من النكاح، فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجته.